بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 78. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل اسبوعين تذكرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ما في الإنسان منه عشرة أشياء كأصابع اليدين وأصابع الرجلين، ففي العشرة الدية كاملة. أصابع اليدين العشرة فيها الدية كاملة، أصابع الرجلين العشرة فيها الدية كاملة، ثم الدية تتوزع على عدد الأصابع، ففي كل أصبع عشر الدية، وفي كل أنملة، لأن كل أصبع فيه ثلاثة أنامل أو ثلاث أنامل، في كل أنملة ثلث عشر الدية، إلا الإبهام فإن فيه أنملتين، في كل أنملة نصف عشر الدية. نعم. يعني دية أخرى. نعم. سواء من أصابع اليدين أو أصابع الرجلين. نعم. ولا نعلم فيه مخالفا الا عن عمر. فاذا قطع الاصابع العشره كلها ففيها الدين، اذا قطع اصبعا واحدا ففيه عشر الدين، اذا قطع انمله فان كانت من غير الابهام ففيها ثلث عشر الدين، ان كانت من الابهام ففيها نصف عشر الدية. نعم. ولا نعلم فيه مخالفا الا عن عمر، ثم رجع عنه الى اهل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، فاخذ به وترك قوله اولا. وهذه سنة الخلفاء الراشدين وغيرهم من اهل العلم، ان المجتهد اذا تبين أن اجتهاده خلاف الدليل فإنه يرجع إلى الدليل ويترك اجتهاده. فهذا عمر لما تبين له الدليل من حديث عمرو أو من صحيفة عمرو بن حزم ترك اجتهاده ورجع إلى الدليل. نعم. ومن هذه الجملة قال عمر وعلي وزيد وابن عباس، وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية أصابع الرجلين عشر من الإبل لكل أصبع. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عشرة بعشرة مئة، الدية مئة من الإبل. نعم. ورواه أبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: وفي كل أصبعين من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل. وكأنه يصبح عدد تجد فيه الدية، وكان سواء في الدية كالأسنان والأكفان. مسألة، وفي كل أنملة ثلث عقلها. نعم، ثلث عقل الأصبع يعني. نعم. فديتها مقسومة على أنملها فيها لكل أصبع ثلاث أنامل، إلا الإبهام فإنها أنملتان، ففي كل أنملة من غير الإبهام ثلث عقلها، ثلاثة أبعرة وثلث، ثلث دية الأصبع. وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل نصف ديتها. نعم. والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء لعموم الخبر فيهما وحصول الاتفاق عليهما. مسألة، نعم.
وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعرف. السن إذا قلعت ولم تعد ففيها خمس من الإبل. السن الواحدة خمس من الإبل. أما إذا عادت ففيها حكومة، يعني تقدر بالأرش. كذلك إذا كسرت كسرا ولم تقلع فإنه تقدر ما كسر منها. نعم. وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد. دانها خلاف بينه في أن دية الأسنان من الإبل خمس في كل سن، وروي ذلك عن عمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم. وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي السن خمس من الإبل رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأسنان خمس خمس. رواه أبو داود. نعم. والأرواس والأنياب كالأسنان. نعم. والأرواس والأنياب كالأسنان روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، ولأن قوله في الخبر في كل سن خمس من الإبل ولم يفصل دخل في عمومها الأرواس والأنياب لأنها أسنان. نعم. الاسم العام أسنان، الاسم العام أسنان، وفي كل سن خمس من الإبل، وهي تنقسم إلى إلى رباعيات، تنقسم إلى الأسنان تنقسم إلى ثنايا، إلى ثنايا وأنياب وأضراس. اختلاف الأسماء لا يؤثر، الاسم العام أسنان. نعم. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء. لأن نفعها أيضا متقارب، نفع الأسنان متقارب وإن اختلفت أسماؤها. نعم. وهذا نص، وإن أثبت هذا فإن ليتها تجد إذا لم تعد، فإن عادت لم تجد ليتها كما أثبت فشعره فعاد منها. لكن فيه مقدر، قدره يجتهد أهل الخبرة في تقديره. نعم. السلام. وفي باب الآن تكفية بغير خلاف بينهم. وفي مال الإمام الدية بغير خلاف بينهم، حكاهم عبد الفرد وابن عبد المنذر عما يعبر عنه أهل العلم. وفي كتاب عبد الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الآن إذا قبل فإنه جرحا الدية. إذا أوعد يعني اشتك، إذا قطع الأنف كله فيه الدية كامل. نعم. ولأنه عرض فيه جمال ومنفعة ليس في البدن منه إلا شيء واحد، فكانت فيه دية كاللسان. نعم. وإن الدية في مالنه وهو ما بان منه، هكذا قال الخليل وغيره. ولأن الذي يقطع منه ذلك لأن الباقي عظم، الباقي عظم، والأنف هو ما لان، ما لان منه. نعم. العظم يسمى قصبة. نعم. مسألة. وفي حلمة الثدي الدية نص عليه، لأن فائدة الثدي في الحلمة، فإذا زالت الحلمة لا لم يبقى الثدي فائدة. غفر الله. نعم. لأن المنفعة بها تتعلق بالحلقتين فهما للأصابع عن كف، وحب ثدي الرجل كحب ثدي المرأة، لأن ما غفر فيه من المرأة غفر فيه من الرجل كسائر الأعضاء.
ولأنه وهب الجمال على الكمال فوجبت الدية كأذني الأصم وفي الأخشم الذي لا الأخشم الذي لا يشم والأصم الذي لا يسمع. فالشم منفعة، الشم منفعة، والأنف عضو، والأذن عضو، والسمع منفعة. فإذا أزال السمع أو أزال الشم ففيه الدية، لأنه أزال منفعة كاملة. وإذا أزال الأنف وبقي الشم ففيه الدية، لأنه أزال العضو، أزال العضو. كذلك إذا قطع الأذن ففيها فيهما الدية، الأذنين في الدية، الأذن الواحدة نصف الدية ولو بقي الشم، لأنه يعني الكف بأصابعه والقدم بأصابعه إذا قطعه وجبت ديته كاملة، لأن المنفعة بالأصابع. فلو أزال الأصابع وبقيت الكف لم ينتفع بها، فإذا أزال الأصابع وجبت الدية، فإن أزال معها الكف فالحكم سواء، تجب الدية كاملة. نعم. لأنه قطع يده أو رجله فوجبت ديتها بذهاب نفعها، وخص ذلك بالقدم والكف لأن فيه زيادة بيان وتعريف أن قطع ذلك يوجب الدية، كما لو قطع اليد من الركبة فإنه يجب دية اليد لا غير، ولو قطع الرجل مع الركبة وجبت ديتها، لأن المنفعة واحدة، المنفعة واحدة، سواء قطعها من الركبة أو قطعها من الكعب أو قطع الأصابع فقط، المنفعة واحدة. نعم. في هدية، لأن ذلك يسمى يدا وتسمى رجلا، فهو داخل في مسمى اليد والرجل، فلم يكن فيه أكثر من دية، وهذا ظاهر المذهب. وقال القاضي في الزائد حكومة، يعني إذا قطع من المرفق أو من الركبة وجبت عليه دية اليد والرجل، وفي الزائد عن الكوع والكعب حكومة، لأن اليد اسم لها من الكوع بدليل الآية، وهي قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا تقطعوا إلا من الكوع. ولنا الكوع هو مفصل الكف من الذراع، أما مفصل الذراع من العضد فهذا يسمى المرفق، يسمى بالمرفق، لكن عند العوام الكوع هو المرفق، هذا غلط. مفصل الكف من الذراع هذا هو الكوع، ومفصل الذراع من العضد هذا يسمى بالمرفق، وأيديكم إلى المرافق. نعم. ولنا أن اليد اسم للجميع إلى المنكب بدليل قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. نعم. ولما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب، وقال تعالى: اليد إلى المنكب، فإذا قطعها من فرض الكوع فما قطع إلا اليد. ثعلب هذا من أئمة اللغة، ثعلب هذا من أئمة اللغة، فهو يقول إن اليد في اللغة تطلق إلى المنكب، كله يسمى يد، فليس فيها أكثر من دية اليد. نعم. فإذا قطعها من فرض الكوع فما قطع إلا اليد، فلا يكون فيها إلا دية اليد، ولا يمتنع أن يجب في الكل مثل ما يجب في البعض، كما لو قطع الذكر من أصله لم يجب إلا دية، ولو قطع الخشفة وجبت الدية، ولو قطع الأصابع وجبت الدية، ولو قطعها مع الكوع لم يجب إلا دية. مسألة: وفي خشفة الذكر الدية، إذا قطع الذكر كله من أصله ففيه الدية، لأنه عضو ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد. وكذلك إذا قطعه من الخشفة ففيه الدية أيضا، لأن ما وجب في الكل يجب في البعض. نعم.
وفي حجر في الذكر فيه ولا نعلم مخالفا فيه، لأن منفعة الذكر تكون بالحشفة كما تكون مناكب اليد بالأصابع، فكانت الدية بقطعها كالأصابع. لأنه إذا قطع الحشفة زالت منفعة الذكر ولم ينتفع بالبقية. نعم. مسألة، ويجب فيما ظهر من السن ديتها، لأن السن اسم لما ظهر من اللثة. من اللثة. من اللثة. نعم. فإذا كسره من ذلك الحد وجبت الدية. السن يبدأ من المنبت، من المنبت في اللثة، إذا قلعه قلعا وجبت فيه الدية وهي خمس من الإبل، وإذا كسره من حد اللثة وجبت فيه الدية لأنه زال، لأن السن زال. السن اسم لما ظهر، اسم لما ظهر، وأما ما هو داخل اللثة فهذا ليس هو السن، وإنما هو أصل السن، أصل السن. على كل حال إذا قلعه قلعا ففيه دية السن، وإذا كسره من حد اللثة ففيه الدية أيضا خمس من الإبل. أما إذا كسره من فوق من النصف أو من الثلث أو فهذا يقدر فيه تقدير، يجتهد أهل الخبرة في تقدير، في تقديره. نعم. لأن السن اسم لما ظهر من اللثة، فإذا كسره من ذلك الحد وجبت الدية، وما اللثة تسمى سنخا، فإذا قلعه بسنخ لم يزد الأرش. السنخ أو الجذع أو الأصل. نعم. كما أن أخذ الأصابع في الكف فإذا قطع عنها وجبت الدية، وإذا قطع عنها الكف لم يزد الأرش. نعم. مسألة، وإن جمع السن فسودها وجبت عليه ديتها. إذا جنى على السن جناية سودتها أزالت لونها الأبيض وجبت فيها الدية، لأنه أزال جمالها، أزال جمالها. نعم. والجمال منفعة. ها؟ كيف؟ سواد فقط. نعم. فإن جمع السن فسودها وجبت عليه ديتها، روي ذلك عن زيد بن كافر، وحكي عن الإمام أحمد فيها روايتان، أشهرهما أن في تسويدها كمال ديتها، كمال أن في تسويدها كمال ديتها، لأنه أذهب الجمال على الكمال فكملت ديتها، كما لو قطع ابن القصم وأنف الأخشم. الأصم الذي لا يسمع والأخشم الذي لا يشم، فإذا قطع أنفه وجبت الدية ولو كان لا يسمع من الأصم، لأنه أزال عضوا فيه جمال، وكذلك إذا قطع أنفه ولو كان لا يشم وجبت فيه الدية لأنه أزال عضوا فيه جمال. نعم. كما قطع من الأصم وأنف الأخشم، ولأنه قطر الزيت ولم يعرف له مخالف من الصحابة. مسألة، وفي بعض ذلك من حساب الدية، إذا أزال ربع السن ففيه ربع دية السن، إذا أزال ثلث السن ففيه ثلث دية السن، وهكذا يقدر بالمقدار ويؤخذ له من الدية دية السن بحسبه. نعم. وفي بعض ذلك من حساب الدية، فإذا قطع شيئا من مال الإنام أو الثدي أو الحشفة أو الذكر أو كسر بعض السن، فإن كان النصف وجب نصف ديته، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر وجب بحسابه. مسألة، وفي الأشد من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعلميين ولسان الأخرس والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلافته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة. العضو الذي زال منه ما فيه منفعة، كما لو قطع ذراع
أعضب، يعني إنسان مقطوع الكف من الأصل وقطع ذراعه، فيه حكومة، ذراع فيه حكومة. كذلك السن الأسود فيه حكومة. الأنف إذا أزال بعضه ففيه حكومة، وهكذا. نعم. أبيض الشملاء اليابسة التي قد ذهبت منها منفعة البطش، واختلفت الرواية عن أحمد فيها، وفي السن السوداء والعين القائمة، وهي التي ذهب بصرها وصوغتها باقية، فعنه فيهن حكومة، لأنه لا يمكن إيجاد دية كاملة لكونها قد ذهبت منفعتها ولا مقدر فيها، فتجد فيها الحكومة كاليد الزائدة. وعنه يجب في كل واحدة ثلث ديتها، لما رواه ابن فعيل عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين القائمة السادة، السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشملاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قطعت ثلث ديتها. رواه النسائي. وأخرجه أبو داود مختصرا في العين وحدها، وروي ذلك عن عمر، ولأنها كاملة الصورة فكان فيها مقدر كالصحيحة. قائمة، القائمة بالقاف، يعني التي لم تنخسف. مسألة. وكذلك مثل الشلباء، وذكروا الأشم، وذكروا الخصي، وذكروا العلمين، وكذلك كل عضو ذهب نفعه وبقيت صورته، فذلك على روايتين، إحداهما تجب حكومة كما سبق، والثانية ثلث الدية بالقياس على ما مضى. إذا ثبت الدليل وجب العمل به وهو ثلث الدية، لكن كأنه لم يثبت. نعم. مسألة. وفي رسالة أخرس رواية ثانية أيضا كالروايتين في اليد الشلاء، قال القاضي: في معنى ذلك الأصبع الزائدة ونحوها. قال شيخنا رحمه الله: الصحيح أن الواجب في الزائد حكومة، لأن الأصل الباقية صورته بقي جماله بعد ذهاب نفعه، والزائد لا جمال فيه، بل هو يشين في الخلقة، فلا يصح قياسه على ما بقي جماله. مسألة. وأما الذكر دون حشفته ففيه وجهان، أحدهما حكومة، والثاني ثلث ديته، كما لو قطع الكف بعد ذهاب أصابعه. الفرق بين الروايتين والوجهين، الروايتان عن الإمام أحمد إمام المذهب، والوجهان عن الأصحاب، اجتهاد للأصحاب. نعم. وأما الذكر دون حشفته ففيه وجهان، أحدهما حكومة والثاني ثلث ديته، قياسا على ما سبق، قياسا على ما سبق. نعم. كما لو قطع الكف بعد ذهاب أصابعه، والحكم في الثدي دون حلاوته كالذكر دون حشفته، وعلى قياسه الآن دون أرملته، لأنه يشبه الذكر دون حشفته فيكون حكمه حكمه. مسألة. وفي الأشم من الأذن والأنف وعقد الأخشم وغلو الأصم ديتها كاملة، لأن نفعها وجمالها باقي بعد شلبها، فإن منفعة الأذن جمع الصوت ومنع دخول الماء والهواء في صماخه. بقاء الأذن بدون سمع فيه جمال، وهي عضو، بخلاف اليد الشلة، اليد الشلة ما يبقى فيها حركة ولا ليس فيها منفعة، شلة لا تتحرك، هي مثل الأذن الصماء، الأذن الصماء فيها جمال، وفيها أيضا أنها تحجب خرق الأذن لئلا يصل إليه شيء من التراب أو من المؤذيات، فهي حما لخرق الأذن، فيها أنها تجمع الصوت للسميع، وفيها أنها تحمي هذا الخرق من أن
يدخل شيء إلى الدماغ فيؤذي الإنسان فلا تفقد المنفعة، بخلاف اليد الشلة إنه لا يبقى فيها منفعة. نعم. فإن منفعة الأذن جمع الصوت ومع دخول الماء والهوان في سماعه، فإذا قطعها وجبت يدها. إذا زالت منفعة وبقيت منفعة فإن دية تجب في المنفعة الباقية. نعم. ولأنه قطع أذنا فيها الجمال والنفع فأشبه ما قطعها قبل الشلل، والأنف أشد كذلك لأنه قطع أذنا فيه الجمال والنفع فوجبت ديته كذلك. الأنف، الأنف فيه جمال للوجه ولو كان لا يشم، ولو كان صاحبه لا يشم، وفيه أيضا حماية لهذا المنفذ، فيه حماية لهذا المنفذ أن يدخل شيء إلى حلق الإنسان فيؤذيه. نعم. فإذا فقد الشم بقيت المنفعة الأخرى وهي الحماية وستر هذا المنفذ. نعم. ووجبت ديتكم كغير الأشد وأنف الأشم يعني الذي لا يشم تجب ديته كما لو قطع أذن الأصم فإنه يجب ديتها كاملة لما ذكرنا. نعم. باب الشجاج وغيرها. الشجاج الجروح على قسمين، جروح في الرأس وهذه تسمى بالشجاج، الجروح في الرأس والوجه تسمى بالشجاج، وأما الجروح في بقية البدن تسمى بالجروح ولا تسمى شجاجا. الشجة هي الجرح في الوجه والرأس خاصة. نعم. والشجاج هي جراح الرأس والوجه. نعم. فإنه يسمى شجاجا خاصة. نعم. دون جراح سائر البدن. بقية البدن تسمى جراح، وجراح الوجه والرأس تسمى بالشجاج، والشجاج عشرة أنواع سيأتي بيانها. الشجاج عشر سيأتي بيانها وبيان ما يجب في كل واحدة. نعم. والشجاج المسمى تسعة، منها خمس لا تقيت فيها مقدر، فأما الذي لا تقيت فيها الشجاج عشر، عشر في خمس منها حكومة ليس فيها تقدير من الشارع، وخمس الباقية فيها تقدير من الشارع يأتي. نعم. فأما الذي لا تقيت فيها، توقيت يعني تحديد، ليس فيها تحديد من الشارع. نعم. فقال الأصمعي أولها الحارسة. الأصمعي من أئمة اللغة، الأصمعي إمام من أئمة اللغة والأدب مشهور، وقوله في اللغة حجة لأنه إمام في اللغة. نعم. الأولى الحارسة هي التي تحرس الجلد، تحرس جلدة الرأس أو جلدة الوجه ولا تغوص في اللحم. نعم. أولها الحارسة. نعم. وهي التي تشق اللحم قليلا قليلا. نعم. ومنه حوص القصائر للثوب، ثم البازلة وهي التي ينزل منها الدم اليسير. الحارصة ما يخرج منها دم، أنها تكشط الجلد فقط، تكشط الجلد فقط ولا يخرج منها دم. والبازلة هي التي تنفذ في اللحم قليلا ويخرج منها دم، فهي أشد من الحارصة. نعم. وتسمى الدارية أيضا. نعم. ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد. الباضعة أغور من الحارسة والدامية، لأنها تبضع الجلد أي تشقه وتنفذ إلى اللحم، تدخل في اللحم تبضع اللحم، هذه أشد. نعم. ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ استنحاق. الرابعة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم أكثر، أكثر من الباضعة، تغوص في اللحم أكثر من الباضعة، إلا أنها لا تنتهي إلى
إلى الجلدة التي فوق العظم، نعم، وهي تسمى السمحاق، القشرة التي على العظم تسمى السمحاق، نعم. ثم السمحاق، هذه هي الخامسة التي تصل إلى القشرة التي فوق العظم تحت اللحم وفوق العظم، نعم. ثم السمحاق هي التي تصل إلى قشرة رقيقة أو جلدة بين اللحم والعظم، هذه سميت باسم ما تنتهي إليه، هذه القشرة تسمى السمحاق، فما وصل إليها من الشجاج يسمى السمحاق. هذه الخمس ليس فيها تحديد من الشارع، فيرجع في تحديد ما يجب فيها إلى أهل الخبرة من الأطباء وأهل الخبرة، نعم. تسمى الجراحة الموصلة إلى تلك الجلدة سمحاقا باسمها، نعم، ويسميها أهل المدينة المطار، فإذا تأخذ اللحم كله حتى تصل صميم، فهذه خمس لا تقيها فيها ولا قصاص، ليس فيها قصاص من المتعمد وليس فيها تحديد دية من الشارع، فيرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم يقدر فيها ما تستحق، نعم. أن نجد على الرسول صلى الله عليه وسلم الرواية الأولى أشهر وهي العمل عليها أنه ليس فيها توقيت، إنما يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، نعم. ووجه الأولى أنها جراحات لم يجد فيها توقيت في الشرع، فكان الواجب فيها أن تكون كجراحات البدن أو كالحارسة، نعم. وروى مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموضحة لخمس من الإبل ولم يعطي فيما دونها. السادسة الموضحة وهي التي توضح العظم، تشق اللحم وتشق الجلدة الرقيقة التي فوق العظم وتوضح العظم، سميت بالموضحة، هذه قدر النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمس من الإبل، وفيها القصاص أيضا إذا كانت عمدا فيها القصاص، وإذا عدل إلى الدية ففيها خمس من الإبل، نعم. لا ليس له ذلك، لأن القصاص لا ينضبط وما ينتهي إلى حد معلوم، واللحم يختلف، الناس يختلفون في كثافة اللحم وقلة اللحم، ما ينضبط هذا. لا يجوز ما يجوز القصاص في الجراحة إلا إذا كانت تنتهي إلى عظم، هذا هو الضابط، إذا كانت الجراحة تنتهي إلى عظم جاز فيها القصاص للانضباط، أما إذا كانت دون العظم فليس فيها قصاص، نعم. مسألة أم الموضحة وهي من الشجاج وهي التي وصلت إلى العظم سميت موضحة لأنها أبدت وضح العظم، وضح العظم وهو البياض، الوضح يعني البياض، نعم، أي بياض، نعم. أجمع أهل العلم على أن أرشدها مقدر، قال ابن المنذر وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قم بموضعها خمس من الإبل، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المواضح خمس خمس، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن. والموضحة بالوجه والرأس سواء، وعنه رواية أخرى يجب في موضحة الوجه عشر من الإبل، وهو
وقول سعيد بن المسيب لأن تشبيهها أكثر، والأول ظاهر المذهب هو الصحيح الذي يوافق عموم الخبر ويشهد له النظر. أنه لا فرق بين الموضحة في الوجه والرأس، فيها خمس من الإبل. وأما رواية فيها عشر هذه غير مشهورة في المذهب. نعم. فإن التقدير لا يصرف إليه بالرأي والاختيار، أما كثرة الشيء فلا عبرة به بدليل التسوية بين الصغير والكبير. مسألة. نعم. وفيها القصاص إذا كانت عدلاً. الموضحة إذا كانت عمداً فيها القصاص، وإن كانت خطأً أو فيها القصاص ولكن آثر صاحب الجناية الدية يا خمس من الإبل، خمس من الإبل، نصف عشرة الدية. نعم. وفيها القصاص إذا كانت عمداً بقوله سبحانه والجروح قصاص. الجروح. الجروح قصاص. نعم. ولأن لها حداً تنتهي إليه فأشبهت اليد. لأن لها حداً وهو العظم تنتهي إليه، فيؤمن الحيث، يؤمن فيها الحيث. نعم. وقوله بالشجارة وهي جروح الرأس والوجه يعني أنها تختص بالرأس والوجه، فلو أوضحه في غيرهما لم يكن فيه مقدر. لو أوضح العظم في الفخذ أو في الساق أو في الصدر فليس مثل الموضحة التي في الرأس والوجه، ليس فيها مقدر، وإنما فيها الأرش والحكومة. نعم. هذا هو أكثرهم، وقال بعضهم إن أوضحه في غير الرأس والوجه كانت موضحة مقدرة، ولنا أن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة للرأس والوجه، وقول الخليفتين الراشدين الموضحة للرأس والوجه. اسم الموضحة خاص بالشجة، والشجة إنما تكون في الرأس أو الوجه، ولم تطلق الموضحة على جراح البدن، ليس هذا في لغة العرب. نعم. وقول الخليفتين الراشدين الموضحة في الرأس والوجه سواء، يدل على أن باقي البدن بخلافه. نعم. ولأن الشيء فيهما أكثر منه في سائر البدن فلا يلحق به. نعم. ثم إن إنجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العروض أكثر من زيادة، مثل أن يوضح على العرب أنه فيجب فيها خمس من الإبل. مثل أن يوضح على العرب أنه فيجب فيها خمس من الإبل وديتها ثلاثة وثلث. مسألة. ثم الهاشمة السادسة الهاشمة، الهاشمة وهي التي تهشم العظم، الموضحة تنتهي إلى العظم ولا تهشمه، أما الهاشمة فإنها تهشم العظم. نعم. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه. نعم. سميت هاشمة لهشمها العظم وفيها عشر من الإبل. هذه مقدر. نعم. روي ذلك عن زيد بن ثابت، ومن ذلك الظاهر أنه تقدير. نعم. لأن تقدير الديات لا يثبت بالاجتهاد، وإنما هو بالتوقيف، فإذا قال الصحابي فيها كذا وكذا فهذا في حكم المرفوع، يعني ليس موضعا للاجتهاد. نعم. ومن ذلك الظاهر أنه تقدير، ولأنه لم يعرف له مخالف في أصله فكان إجماعا. وقول الصحابي حجة إذا لم يظهر له مخالف من الصحابة، يعني مسألة أصولية أن قول الصحابي حجة إذا لم يظهر له مخالف. نعم. ولأنها شدة مرة موضحة تختص بإسم فكان فيها مقدر كالمعلومة، وهي في الوجه والرأس سواء على ما ذكرناه في الموضحة. الهاشمة سواء كانت في الرأس أو في الوجه فيها عشر من الإبل، لا فرق بين الموضعين على الصحيح. نعم. مسألة. ثم المنقلة السابعة المنقلة، وهي التي تهشم العظم وتنقل العظام بعضها عن بعض، الهاشمة تهشم ولكنها لا تنقل العظام، أما
المنقلة فهي التي تهشم العظم وتنقل العظام بعضها عن بعض أشد. نعم. أما المنقلة فهي التي تنقل العظم نعم. وفيها 15 نبيل بإجماع أهل العلم أتاه المنذر عشر الدية ونصف عشر الدية ونصف عشرها 15 من الإبل أكثر من الهاشمة. نعم. أتاه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في عام ابن حزم قال وفي المنقلة 15 من الإبل. نعم. السابعة السابعة والثامنة الثامنة المأمومة وهي التي تهشم العظم وتنقل العظام وتنتهي إلى أم الدماغ وهي جلدة الدماغ جلدة الدماغ. نعم. المأمومة وهي مأمومة والآمة بمعنى واحد التي تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة. نعم. وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ وهي جلدة فيها الدماغ سميت أم الدماغ لأنها تحرك وتدفعه فإذا وصلت الجراحة إليها سمى الخريطة خريطة الدماغ أو أم الدماغ. نعم. فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمة ومأمومة يقال أما الرجل آمة يعني شجه أمه يعني شجه شجة انتهت إلى أم الدماغ آمة ومأمومة بمعنى واحد. نعم. وثلث الديه ثلاث وثلاثين وثلث من الإبل. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمر وفي مرحومة ثلث الدية وعلى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ونحوه عن علي. نعم. مسألة وفي الجائفة ثلث الدية الجائفة هذه التاسعة العاشرة الجائفة العاشرة وما ذكر إلا تسعة المصلي ما ذكر إلا تسعة قالوا غلط في العدد. طيب المقصود أن الجائفة التي تصل إلى الجوف تخرق أم الدماغ وتصل إلى جوف الدماغ هذه فيها. نعم. وفي الجائفة مثل أم الدماغ. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عبد بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلاري مسألة فإن جرحه طيب عده نشوف هن اللي غلطانين ولا هو؟ حارسة والبازلة والضاضحة والمتلاحمة والصبحة والموضحة كم سوى؟ عشر إذن قول تسع غلط. نعم. العقل يصير في يديها كاملة إذا زال العقل يصير في يديها كاملة. نعم. إذا جنى عليه الدين وأزال عليه الدين فقط. ديتان العضو ودية المنفعة. وإذا كان عليه وأزال لا عليه دية واحدة لأنه تدخل إحداهما في الأخرى. مسألة فإن جرحه في جوفه فخرجت من أجزاء جثاها فهي جائزتان. نعم. إذا شرحه في جوفه طعنه طعنة انتهت إلى جوفه ثم خرجت من الجانب الآخر فهي جائفتان تكون جائفتان فيها ثلثا الدية. نعم. مسألة فإن جرحه في جوفه فخرجت من أجزاء جثاها فهي جائزتان.
لأن كل موضع له حكمه. فرضنا أنه طعنه من الأمام وخرج الرمح أو السيف خرج من القفا ومر بالجوف، هذا جائفتان. نعم، لكن غالبا هذا ما يعيش. نعم، غالبا هذا ما يعيش. نعم. هذا إذا عاش فله ثلث الدية، أما إن مات ففيه الدية كاملة. نعم. ولا مخالف له، أخرجه سعيد. نعم. قال أصحابنا ورواه ابن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه قضى بالجارية إذا نفذت الجوف يغش شارفتين. لكن القصد بالجوف ليس خاص بالأمعاء، الجوف ما يصل إلى الباطن كالصدر مثلا، لو طعنه في الصدر في جانب الصدر وخرج من القفا هذه جائفته، وهذا لا يموت لأنه ما مر بموضع النفس، يعني ما يمر بصندوق اللي يسمونه صندوق الصدر يصير مع الجنب، هذا فيه جائفته. كذلك لو طعنه من الأسفل من أسفل البطن هذا لا يموت لأنه خارج الأمعاء أسفل البطن. نعم، هناك مواضع ليست حساسة. نعم. والجوف هو الشيء المجوف، الجوف هو الشيء المجوف سواء من البطن أو من غيره كله يسمى جوف. نعم. ولأنه أنفله في موضعين فأشبههما إذا كان من الظاهر إلى الباطن. نعم. مسألة، وفي الظهر بعيد، كسر العظام هذا يسمى كسر العظام وهو غير الشجاج وغير الجراح، هذا كسر العظام. إذا كسر الضلع واحد ففيه بعير. نعم. وفي الضلع بعير وفي ترقوتين بعيران، ترقوتين وهما العظمان المحيطان بالعنق، ترقوتان العظمان المحيطان بثغرة النحر. قال تعالى كلا إذا بلغت التراقية، جمع ترقوة وهي عظم مقوس، وكل إنسان له ترقوتان من اليمين ومن اليسار، إذا كسر واحدة من الترقوتين ففيها بعيد. نعم، مثل الضلع. وفي الترقوة ترقوتين، إذا كسر الترقوتين بعيرة، إذا كسر واحدة ففيها بعير مثل الضلع. نعم. نعم. وقال القاضي إن المراد بقوله الترقوتان معا، وإنما اكتفى بلفظ واحد لإدخال ثلاث من ذات المقتضية للاستغراق. نعم. والترقوة العظم الممدود من النحر إلى الكتف. نعم. ولكل واحد ترقوتان. نعم. فلكل ترقوة بعيد. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما كانت الترقوة عظمين في كل واحد بعير كانت الضلع بعيرا أيضا. نعم. مسألة، وفي الزندين أربعة بعيرة. الزندان هما عظماء الكوع، الكوع يتكون من عظمين يقال لكل واحد منهما الزند، إذا كسر الأيمن ففيه بعير، إذا كسر الأيسر فيه بعير، والذي بين الزندين يسمى الرسغ، يسمى الرسغ، والزندان واحد يسمى الكوع والثاني يسمى الكرسوع، ويقولون للغبي هذا ما يعرف كوعه من كرسوعه، ما يعرف كوعه من كرسوعه، يعني ما يعرف زنديه. نعم. الزندين أربعة بيضات. نعم. كان فيهما أربعة بيضان. نعم. في كل عام بعيد. يروى ذلك عن عمر رضي الله عنه، وقيل لذلك حكومة، وما هو صحيح حدثنا شيء. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد بن شعيب أن عمر
إلى عمر في أحد الزندين إلى حسين فكتب إليه عمر أن فيه لا يطعم، وإذا حسن الزندان ففيهما أربعة من الإبل. مسألة، وما على هذا؟ عرفنا إذن الزندان هما العظمان، عظماء الكوع، يعني مفصل الكف من الذراع، هذا يسمى بالكوع، هو يتكون من عظمين، واحد يلي الإبهام هذا يسمى بالكوع، والثاني يلي الخنصر هذا يسمى بالكرسوع، وما بينهما يسمى بالرسم. نعم. وما على هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه؟ هذه المقدرات في العظام، المقدرات في العظام عرفناها، الضلع والترقوتين والزندان، فيها مقدرات من الشارع. نعم. وما على هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة؟ ما عدا هذا من الجروح ومن العظام مما لم يرد فيه تقدير من الشارع ففيه حكومة، يعني فيه تقدير من الحاكم، حكومة يعني تقدير من الحاكم. نعم، يشكل لجنة من الأطباء وأهل الخبرة فيقدرون هذه الجناية. نعم. وذلك أن لنا مقدرا وما هو في معناه وغيره، فالمقدر ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه وبين قدره. نعم. فكونه بالأهل الدية وباللسان الدية وقد سبق ذكره، وما هو في معناه اليدين والثديين والحاجبين. ما قيس، يعني هنا شيء يقاس، ما في الإنسان منه شيئان فيهما الدية وفي أحدهما نصفها، ما فيه نص يعمل بالنص، وما لم يكن فيه نص يقاس على ما فيه النص. نعم. فذلك من حكم المقدر وقد سبق أيضا، وأما غير المقدر والذي ليس في معناه فكالشجاج التي دون موضعها وجراحات البدن سوى الجارحة وقطع الأعضاء وكسر العظام المذكورة لا يجب فيها حكمة لأنها ليست في معنى المقدر. مسألة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من قيمته فله نقصه من بيده. يعني يقدر كأن هذا الحر عبد، يقال لو كان هذا الحر رقيقا وبيع عرض للبيع وهو سليم ما فيه أي شيء كم يسوى؟ قال يسوى 100,000. ثم يقال ثانية، لو عرض هذا لو كان هذا الإنسان عبدا وعرض للبيع وفيه هذه الجناية وقد برئت كم يسوى؟ قال يساوي 90,000. إذن صار بين القيمتين 10,000، وإن هذا هو مقدر الجناية. نعم. نعم، يعني عرفنا القيمتين 90,100,000 و90,000، صارت الجناية أخذت كم؟ العشر، عشر القيمة، إذن له عشر الدية، عشر الدية، يعني هذا ما هو بعبد، هذا حر، وإنما قدرناه حرا من أجل أن نعرف كم نقصته الجناية. نقصه من القيمة الدية أو قصده؟ ها؟ لا، نقص موقف أو قصة كله سواء. نعم، يعني ما نقص من قيمته لو كان عبدا يؤخذ قدره من ديته. نعم. قال ابن المنذر كل من أحبه عن مثل أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له، لا عقل له معلوم، يعني لا دية له من الشرع. نعم. كم قيمة هذا المجروح لو كان عبدا لم يجرح هذا الجرح؟ لو كان عبدا سليما كم قيمته؟ يقال مثلا 100,000. قيل 100 دينار. نعم. وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى وقوه؟ قيل
95 الذي يجب على الكاهن نصف عشر الدية. لأن 95 تقديره لما جني عليه وكان قيمته 100 قبل الجناية، إذا نقص كم؟ نصف عشر قيمة العبد، فيها نصف عشر الدية من الفرق. نعم. وإن قال 90 فعشر الدية، وإن زاد أو نقص فعلى هذا المثال. خذ هذا المثال وتقيس عليه. أبدا، هذا المثال هذا يكفي. نعم. وإنما كان كذلك لأن جملته مضمونة بالدية فأجزاؤه مضمونة فيها، كما أن المبيع لما كان مضمونا على الثمن المعين الموجود فيه مقدرا من الثمن، فيقال كم قيمته لا عين فيه؟ قالوا 10. فيقال وكم قيمته ولا عين فيه؟ فإذا قيل 9 علم أنه نقص عشر قيمته، فيجب أن يرد من الثمن عشره أي قدر كان، تقديره عبدا يمكن تقديمه، ويجعل العبد اصلا للحر فيما لا توقيت فيه، والحر اصلا للعبد فيما فيه توقيت. نعم. مساله الا ان تكون الكنايه على حكم فيه المقدر، فلا يجاوز به اصل المقدر، مثل ان يشده دون الموضحه فلا يجب اكثر من قرشها، أو يجرح أنفه فلا يجب أخطأ من بيدها، وذلك إلا أن يشده سبحانه في وجهه فينقص عشر قيمته، فتقتضي الحكومة أن يجب فيه عشر من الإبل، ودية المضحة 5، فهاهنا يعلم غلط المطور، لأن الجراحة لو كانت موضحة لم تزد على 5 من الإبل مع زيادتها على السبحان قليلا، فلأن لا يجب في بعضها زيادة على 5 أو لا. يعني الشجاج التي ليس فيها مقدر يا حكومة، لكن بشرط أن لا تزيد هذه الحكومة، لا تبلغ، بشرط أن لا تبلغ هذه الحكومة دية الموضحة، أن تكون أقل من دية الموضحة، فإن زادت تلغى الزيادة، ويدل على غلط المقدم، تلغى الزيادة. نعم. وكذلك لو جرحها هنا فبلغ أرشها بالحكومة 500، فإنه يرد إلى دية الأنملة المجروحة وينقص عنها شيئا، ذكره القاضي وبالتي قبلها، وقال إلا المحال أن يجب في الجناية على الأرض. فالقاعدة عندهم أن ما ليس فيه مقدر ففيه حكومة بشرط أن لا تبلغ الحكومة مبلغ المقدر، يكون أقل منه. نعم. ذكر القاضي وبالتي قبلها وقال من المحال أن يجب في الجناية على الحروف أكثر من ديته، فما زال عنها غلط مقوم. نعم. وإن كانت الجناية في محل لا مقدر فيه وجب فيه ما أخرجته الحكومة بالغة ما بلغت. نعم. بالغة ما بلغت. نعم. كفارة القتل. قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله كان الله عليما حكيما. فالكفارة إنما تجب في قتل الخطأ، وأما العمد فليس فيه كفارة، لأن الله لم يذكر فيه إلا القصاص أو الدية إذا عفى ولي الجناية. لكن يمكن أن يسأل فيقال ما دام أنه خطأ ما تعمد فكيف يكون عليه كفارة وهو ما تعمد؟ والله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فنقول
ما كان من حقوق الله سبحانه وتعالى فإنه يسقط بالخطأ والنسيان، وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى. أما ما كان من حقوق المخلوقين فإنه لا يعفى عنه إلا إذا سمح صاحب إلا إذا سمح المظلوم صاحب الحق. فلا تأثير للخطأ في حقوق المخلوقين، تضمن ولو كان مخطئ ولو كان غير متعمد، لا تذهب حقوق المخلوقين هدرا. وأيضا الله أوجب الكفارة على القاتل خطأ من أجل التحفظ، من أجل أن يكثر التحفظ وعدم الإهمال، عدم الإهمال، وأن الإنسان يتحفظ لئلا يقتل مؤمنا خطأ لحرمة دماء المسلمين والدماء المعصومة، فيكثر تحفظه وتعقله. مثل السائق الآن، سائق السيارة، هو إذا دهس أحدا غير متعمد هذا ليس عليه كما سبق، ليس عليه دية وإنما هي على العاقلة، لكن هو عليه الكفارة من أجل أن يتحفظ عند قيادة السيارة أو عند حمل السلاح أو عند أي عمل فيه خطورة، يتحفظ لئلا يخطي فيصيب أحدا. ففي إيجاب الكفارة عليه تقييد له، تقييد له وإشعار بحرمة الناس وحرمة دمائهم، إشعار له بحرمة دمائهم. فإذا كان المخطي عليه كفارة فإنه يتحفظ ويعمل الاحتياطات حتى تحفظ دماء المسلمين وأموال المسلمين. هذا والله أعلم من الحكمة في إيجاب الكفارة في قتل الخطأ. أولاً أن دماء المسلمين مصونة لا يجوز إهدارها ولو كانت خطأ، وثانياً لأجل التحفظ وعدم الإهمال والتسرع حتى يحسب حسابه. نعم. عن الدامغة الشجاج. نعم، دامغة من الشجاج، الدامغة وما فوق يعني وما دونها. الدامغة هي أكبر الشجاج، وهي التي تصل إلى الدماغ، أعظم من المأمومة أو الآمة. نعم. ومن الشيخ حفظكم الله، لماذا لا يكون قول المؤلف الشجاج تسعة صحيحا على أن الجائفة ليست إلى الرأس أو الوجه وإنما هي في الجو؟ تحل محلها الدامغة، تحل محلها الدامغة. نعم. يا شيخ حفظك الله، بالنسبة لضابط الجراحة، إذا كان قصد المصنف دون الجائفة فإن الدامغة تكون هي العاشرة وهو لم يذكرها، لكن ذكرها في متن الزاد وغيره. نعم. بالنسبة لضابط الجراحة، لأنها لا قصاص فيها إلا إذا انتهت إلى عظم، فهل المقصود بالعظم هنا هو المقصود؟ المقصود بالعظم معروف، عظم الفخذ وعظم الذراع وعظم الرأس، جميع عظام البدن. ما المفصل هذا لا، هذا ما هو بعظم، هذا مفصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لهذه الجراح أو الشجاج، هل يقضى فيها قبل شفاء المجني عليه أم بعده؟ لا، ما يقضى فيها لما يشفى، ما يقضى فيها إلى ما يشفى. فإذا شفي، لأنه ما يدرى وش تنتهي عليها الجراح، ربما تقتله، ربما تسري وتقتله، وينتظر حتى يبرأ، ثم عند ذلك تقتل. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، أن يعطى المجني عليه أكثر من دية مثل إذا قطع حكمه وذهبت منفعة السمع وقطع كذلك نفقة عنه. نعم، يقولون يمكن يأخذ الإنسان 10 ديات وهو حي، يمكن يأخذ 10 ديات وهو حي، يعني يجني عليه، ما يستطيع يمشي، ما يستطيع يأكل،
ما يستطيع يجامع، ما يسمع، ما يقصد، ما يتكلم إلى آخره، يعطى عن كل شيء ديات، حتى ربما تبلغ 10 ديات. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله، الشجاب التي فيها قصاص مثل المرتكة والهاشمة إذا كانت عدلا، فطالب المجني عليها. ما فيها قصاص الهاشمة، ما فيها قصاص ولا المنقلة، ما فيها القصاص، إنما هو في الموضحة التي تنتهي إلى عظم فقط. أما كسر العظام ما فيها قصاص، لأنه ما يضمن، لا يؤمن الحيث فيها. نعم. إذا طالب المجني عليه قصاصا في الموضحة فكيف يتم ومتى ينفذ القصاص أمام الإضاحة؟ إذا بري المجني عليه ينفذ القصاص بأن يؤخذ مساحة الجراحة، يؤخذ مساحتها وطولها وعرضها، ثم يجي إنسان حاذق، طبيب أو إنسان حاذق، ويأخذ من هذا الجاني مقدار جراحة المجني عليه. نعم، يأخذها بالمفضع أو بالآلة قدر ما أخذ من المجني عليه. نعم. قضية الشيخ رحمه الله، إذا عرج الجرح أو الشدة فلم يبقى لها أثر، فهل تسقط الدية والحكومة؟ لا، ما تسقط، ما تسقط الحكومة، ما تسقط، لا بد من الحكومة. نعم. إذا أنه صار أنه بري براءة تامة ولا صار له أثر للجناية أثر أبدا، فإنها تقدر وهي تجري دما، يعني قال لو كانت تجري دما كم تستحق فيعطى قدرها. نعم. إذا برئ سليما فإنه يقدر والجراحة تجري دم، إذا برئ غير سليم كان عرج أو أصاب خلل فتقدر الجراحة بقدر ما نقص منه. نعم. قضية الشيخ رحمه الله، إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها قبل الوضوء هل يجوز أن تمسح عليه أم لا؟ يجوز، لأن الحناء ما يمنع نزول الماء إلى الشعر، ما يمنع نزول الماء إلى الشعر. نعم. قضية الشيخ رحمه الله، هل قول المسلم إذا اجتمع بإخوانه في مجلس وليمة أو غيرها أن يقول من السنة التعاون فيعرف كل واحد منهم باسمه، وما رأي قضيته بذلك؟ ما أعرف عليه دليل، لكنه شيء لا بأس به، لكن ما أعرف عليه دليل لازم من التعارف، لكنه مستحسن. نعم، باب الاستحسان. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله، إذا قرأ الإمام في الصلاة السرية بآية فيها سجدة فهل يسجد؟ يقولون يكره له أن يسجد لأنه يشوش على المأمومين، ما يدرون أنه قرأ سجدة. قالوا يكره أن يقرأ آية سجدة، يكره للإمام، يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في الصلاة السرية، ويكره أن يسجد فيها، لأنه لو سجد المأمومون يظنون غلط أو أخطأ، فيتجنب هذا الشيء، يتجنب قراءة الآية التي فيها سجدة علشان ما يقع في هذا المحذور. نعم. والسجدة سنة حتى في الجهرية، سنة أي بلازمة. نعم. قضية الشيخ رحمه الله، إذا صلى شخص ركعتين ثم شك في جلوسه للتشهد هل جاء بالركعة الثانية أم لا، ثم أيقن أنه جاء بها فهل يسجد للسهو؟ نعم، يسجد للسهو لأنه مضى عليه فترة وهو متردد، فيسجد للسهو من أجل هذا. نعم. قضية الشيخ رحمه الله، ما حكم تفسير الآيات لخطبة الجمعة، وهل هذا ثابت عن أحد من السلف، وهل الموارد تأخذ نفس الحكم؟ لا نعلم أو لم نقرأ في كتب أهل العلم أن الخطيب يرتل الآية أو الواعظ يرتل الآية، وإنما يتلوها تلاوة عادية، تلوها تلاوة عادية، قراءة الآية للاستشهاد غير قراءتها للتلاوة، قراءتها للتلاوة ترتل، أما قراءتها للاستشهاد فقط لا يحتاج إلى ترتيل. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله، إذا جلس قوم في مجلس، نعم، إذا جلس قوم في مجلس
وقال أحدهم كفارة بعد القيام فهل تجزي عن البقية؟ تجزي عنه هو، أما البقية لا، كل واحد يقولها، كل واحد يقولها تجزي عن القائل فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حق الشعر الذي في رقبة الإنسان خلف لحيته؟ لا بأس به، لأنه ليس من اللحية، الذي ينبت على الحلق تحت اللحية لا بأس بحلقه وإزالته، لأنه ليس من اللحية. اللحية ما نبت على العارضين والذقان، هذه اللحية ما نبت على العارضين والذقان، أما ما نبت على الحلق فليس هذا من اللحية. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع السبابة بين السجدتين؟ لا أصل له، وإنما ترفع السبابة في التشهد ولا ترفع في بين السجدتين. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، في حرم المكي هل ينظر مصلي إلى الكعبة أو إلى موضع سجوده ثم قبله؟ ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة ولا إلى المارة، لأن هذا يشوش عليه صلاة. ينظر إلى موضع سجوده لأن هذا أدعى لجمع فكره وإقباله على صلاته. أما إذا سرح بصره في الكعبة وفي من يمر لا يشوش عليه. نعم. ها؟ ما ثبت شيء بها، ما ثبت شيء بها. طواف بالكعبة عبادة والصلاة إليها استقبالها عبادة، أما النظر إليها ما ثبت. ها؟ تلاوة يقرأ وما يحفظ يظهر أنه ينظر إلى المصحف، أما نظره إلى المصحف نظر مجرد فقط ويقول هذا عبادة ما ثبت فيه شيء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.